ترحيل الشهيد الصدر الثاني واستذكار عملية استشهاد. ينضم معنا مفادنا إلى هناك من محافظة النجف الأشرف الزميل أرشد الحاكم. بداية أرشد، أهلا بك. يعني حول هذه الذكرى، ما الجديد لديك على مستوى الاستذكار؟ نعم، اهلا بكم. يعني الان هي ربما ذروه زياره وذروه ذكرى احياء استشهاد السيد محمد صادق الصدر ونجليه. نحن الان نتواجد داخل مرقد السيد محمد صادق الصدر. الان الالاف من الزائرين يتوافدون الى مدينه النجف، والان بالتحديد من خلفه هي مسيره الشموع التي يحملها الزائرين المعزين بهذه الذكرى الذين اتوا من مكان إلى مكان المرقد. هنالك إجراءات كبيرة متخذة على الصعيد الأمني وعلى الصعيد الخدمي وعلى الصعيد الصحي. هنالك تنسيق عالي بين إدارة المرقد والأجهزة الأمنية المتواجدة هنا من أجل تأمين الزيارة لآلاف الزائرين الذين أتوا معزين بهذه الذكرى. يعني للحديث أكثر عن تفاصيل هذه الزيارة والخطة الأمنية في هذه الزيارة، ينضم معي الشيخ عماد الشمري، عضو المكتب الشهيد الصدر في النجف أشرف. سماحة الشيخ، أولا عظم الله أجوركم بهذا المصاب، يا ريت لو نتكلم عن الآن ربما هي ذروة الزيارة هذه اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعظم الله أجوركم. أيضا نرفع العزاء لمقام مولانا الإمام صاحب العصر والزمان وللأمة الإسلامية والمراجع العظام ولأتباع ومحبيه ومقلديه السيد الشهيد محمد صادق الصدر بذكرى شهادته 21 وشهادة نجليه. في هذه الليلة أبناء التيار الصدري بل والمحبين عامة من أبناء الشعب العراقي كافة يحيون ذكرى استشهاد هذا المرجع العظيم العارف الرباني الذي أخلص إلى مذهب أمير المؤمنين والدين الإسلامي ورسالة محمد الحنيفة بشكل تام، بحيث جسد ذلك من خلال استشهاده. نتكلم عن الإجراءات المتخذة لتأمين هؤلاء الآلاف من الزائرين، شنو الإجراءات؟ شنو التنسيق بينكم كمكاتب شهيد الصدر ومع الأجهزة الأمنية؟ الواقع هناك تعاون كبير ورائع في محافظة النجف الأشرف بين مكتب السيد الشهيد الصدر واللجان التي انبثقت منه وبين كافة دوائر المحافظة، بدءا من قمة هرم المحافظة إلى كل الدوائر الخدمية والأمنية والتي كل اهتم بالجانب الذي يقع على مسؤوليته وعلى عاتقه. لذلك حتى المحافظات الأخرى كانت متعاونة في تسهيل انسيابية وحركة الزائرين إلى مرقد السيد الشهيد لإقامة شعار العزاء في هذه الليلة وفي نهار غدا إن شاء الله. ما بعد هذه الليلة ماذا سيحدث غدا؟ غدا ستقام تشيع جنازي رمزي من مرقد الشهيد الأول محمد صادق الصدر قدس الله نفسه الزاكية وإلى مرقد السيد الشهيد الثاني محمد صادق الصدر. صباحا تتخلوا فعاليات هنا في المرقد الشريف من خلال إلقاء كلمة، ثم رواديد قراء حسينيين، ثم بعد ذلك تنتهي مراسم العزاء عند الظهر. في الساعة الرابعة مساء أو الثالثة مساء ستقام فاتحة في جامع الطوسي تأبينا لذكرى شهادة مولانا المقدس محمد صادق الصدر. يعني رسالة السيد الصدر كانت ضد الظلم ضد الطغيان، اليوم كيف يمكن أن نستفيد من هذه الرسالة؟ والله محمد صادق الصدر قدس الله نفسه زكية في التاريخ المعاصر يمثل أرقى تمثيل لإرادة الإسلام والدين والمذهب ورسالة السماء التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث أنه لما تريد أن توصف حركته وتضحيته وعطاءه وفكره وإخلاصه أقول يستطيع أن يقع في أفق لا ينال الوصف التعريف. لذلك استطاع بجهوده المباركة في فترة زعامته للمرجعية والحوزة العلمية الشريفة أن يقدم عطاء فكريا لهذه الأمة، بحيث هذا الناتج هذه الجماهير ممكن نستفاد من هذا الشيء في ظلم الظلم اليوم. التطبيق الحقيقي لمبادئ الإسلام التي نادى بها السيد الشهيد محمد صادق الصدر. الآن بلدنا يمر بأزمة كبيرة، أزمة ناس تقات، أزمة مخلصين، أزمة شخص عنده عطاء يعطي لبلده ولا يأخذ منه. هذا النفس غير موجود الآن على مستوى أغلب رجال السلطة.
الإسلام جاء ليؤسس دولة على أساس من الدين، يعطي الحقوق لأدنى مستوى المجتمع، أما الآن هذا ما موجود بلد. فكر محمد صادق الصدر الذي جاء به، والذي هو مثل فكر رسول الله والأئمة المعصومين والعلماء والصالحين، هو الذي نستطيع أن نتخذ منه منهجاً وسبيلاً للنجاح في إحياء حياة مجتمع يهدد في هذه الفترة من قبل فصل. شكرا جزيلا الشيخ عماد الشمالي، شكرا جزيلا، شكرا سيد، شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، يعني بالحديث عن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الأجهزة الأمنية، هنالك يعني بعض القطوعات داخل مدينة النجف وبالتحديد في قرب المرقد وداخل المقبرة، وذلك لتأمين وصول الزائرين لهذا المكان. أيضا هنالك مواكب عزاء ومواكب خدمة منتشرة على طول الطريق. أغلب مدن محافظة النجف الأشرف اتشحت بالسواد، ذلك تعبيرا عن الحزن بالتزامن مع هذه الذكرى. أيضا ما زالت الاستعدادات حتى هذه اللحظة هي مستمرة، بعد هذه الليلة سيكون فجر يوم غد في تمام الساعة 6 ستكون هنالك تشيع رمزي للنعش، وبالتالي تنتهي مراسيم إحياء هذه الذكرى. حدثنا أرشد الحاكم وفد القناة إلى النجف الأشرف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة، شكرا جزيلا لك.